السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع تفسير سلسلة الأسماء في المنام. وتفسير الأسماء في المنام من الأشياء المهمة جدا. النهاردة هنتكلم عن تفسير اسم شيخ، مش قضية الشيخ اللي هو رجل الدين، لا لا لا، شخص اسمه شيخ. حتى كمان في عائلات، عائلة الشيخ، في عائلات بالاسم ده. فاسم شيخ، رؤيته للرجل هذه الرؤية جميلة جدا، فيه إشارة إلى المكانة العالية المرموقة بين الناس. وأحيانا يدل هذا الاسم على التدين. نرجع بقى للاسم اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده، الشيخ اللي هو رجل الدين يعني. فأحيانا هذه الرؤية تدل على صفات محمودة بالنسبة للرائي، إنه متدين وإنه بيؤدي الفرائض إلى آخر هذه الأمور. إذا رأى الشاب الأعزب اسم شيخ في المنام، هذه الرؤية جميلة جدا، تدل على التفوق له في مجال عمله أو في دراسته إن شاء الله تبارك وتعالى. اسم شيخ بالنسبة للبنت العزباء، هذه الرؤية لها علاقة بالارتباط، والارتباط من شخصية جميلة جدا، شخصية طيبة، شخصية من الممكن تكون يعني سيادية أو شخصية مرموقة في المجتمع. المرأة الحامل حينما ترى اسم شيخ في المنام، هذا الاسم يدل لها على الولادة السهلة، وتدل لها على الخير الكثير، وتدل للمرأة المتزوجة على المنافع وصلاح الأولاد وإلى آخره. رؤية جميلة جدا. تظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.